يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل اهلاويه اللي بيتابعونا. نبدا حلقه جديده وفي نفس اللحظه اللي بنبدا فيها مع حضراتكم بيبدا ماتش منتخبنا الوطني مع توجو في مباراه او في مباراه الجوله الرابعه، بقى مش مباراه العوده، يعني ما فيش ذهاب وعوده لكن في مباراه الجوله الرابعه. كل التوفيق لمنتخب مصر اللي ظهر النهارده بشكل جديد، نتمنى انه يترجم باداء محترم وبنتيجه ايجابيه تحطنا في يعني مكان كده يطمننا على تأهل منتخبنا الوطني. اهلا وسهلا بحضراتكم ومساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد، مساء الخير على حضراتكم وحلقه جديده من برنامج السادسه، وبنتمنى كل التوفيق طبعا لمنتخبنا الوطني النهارده يظهر باداء مشرف جدا ونتيجه ايجابيه جدا. عايزين نقول ان احنا حاسين بفخر كبير، مبسوطين جدا طبعا بالجائزه اللي حصلت عليها قناه الاهلي. احنا بنتكلم على مهرجان الفضائيات العربيه، قناه الاهلي قدرت ان هي تفوز بجائزة أفضل قناة رياضية عربية. مبروك طبعا لحضراتكم، مبروك لينا كلنا، مبروك لحضراتكم لأن الجائزة دي بيكم. إحنا شغالين وناجحين بدعمكم، ومن أول يوم لما قلنا لحضراتكم إن شعارنا الأهلاوي مش هيسيبنا، ده ما كانش مجرد شعار وما كانش مجرد كلام، كنتوا دايما في ظهرنا، وعشان كده وعدنا حضراتكم من أول يوم إنه هنكون عند حسن ظنكم وهنقدم لكم كل اللي يليق باسم النادي الأهلي وجمهور الأهلي العظيم. الحقيقة عايزة أقول إن الاستفتاء ده الحقيقة استفتاء كبير جدا، وتم تكريم نجوم كبيرة جدا على مستوى الوطن العربي. فلما نفوز بجائزة أفضل قناة رياضية على مستوى الوطن العربي، أنا مش بتكلم على مستوى مصر بس، أنا بتكلم على حاجة كبيرة قوي ومسؤولية كمان كبيرة قوي. وده بيخليني أوعد حضراتكم كلنا هنا إنه اللي جاي أفضل إن شاء الله. مبروك عليك يا أحمد. مبروك على كل الأهلوية. الجائزة دي أعتقد إنه الفائز الأول بيها هو جمهور النادي الأهلي العظيم، اللي بالتأكيد زي ما هو كان سبب في فوز النادي الأهلي بكتير من البطولات وتحقيق كتير من الألقاب، هو كمان كان سبب في فوز المحطة دي، اللي لولا دعمهم ولولا مساندتهم الكبيرة جدا للمحطة في بداية ظهورها بشكل الجديد ما كانتش حققت النجاح ده. أنا بس في البداية عايز أقول لحضراتكم أنه أي شيء مرتبط باسم النادي الأهلي فهو ناجح، فهو يسعى دايما إلى القمة. وجزء كبير جدا من نجاح القناة وتأثيرها في الفترة البسيطة جدا من أول ما انطلقت في شكلها الجديد راجع لنفس الروح اللي بتسيطر على كيان النادي الأهلي، بنفس الروح اللي بتسيطر على كل فرق النادي الأهلي، روح التيمورك، روح الفريق العمل. وبجد أنا على الرغم أن أنا يمكن على مدار سنين طويلة جدا بشتغل في الإعلام المصري، لكن ما شفتش حالة الحب وحالة التماسك بين فريق عمل واحد زي ما شفتها هنا، بداية من الزملاء مع حفظ الألقاب محمود عدلي، إيهاب الخطيب، عماد الغول، باسم عزمي، وكل فريق العمل، كل الناس من أكبر حد لأصغر حد في المحطة، وطبعا وعلى رأسهم طبعا أستاذ محمد كامل اللي قدم دعم كبير جدا للمحطة عشان تطلع في شكلها وصورتها الحالية. ده تشريف وتكليف في نفس الوقت. الجائزة دي بتحط على يعني اكتفنا مسؤوليه كبيره جدا، واصرارنا على ان احنا دايما نكون ناجحين وان احنا نكون دايما بنقدم للمشاهد المصري والمشاهد او المشجع الاهلاوي محتوى على اعلى مستوى، صوره على اعلى مستوى، نتعامل بنفس المعايير المهنيه والموضوعيه، ونكون مسؤولين على كل كلمه بتتقال على شاشة النادي الأهلي، ونتمنى إن شاء الله إن احنا نكون ناجحين دايما في ده. الحقيقة زي ما أنت بتقول يا أحمد، يعني احنا من أول يوم هنا فعلا كنا بنقول بنشتغل بروح الفانيلا الحمراء، وده حاصل جدا مع كل الناس اللي قدام الكاميرا وورا الكاميرا. وزي ما أحمد قال طبعا الإدارة، يعني شركة لايف الوطنية اللي قبلت التحدي طبعا بقيادة أستاذ محمد كامل، أستاذ إيهاب الخطيب رئيس القناة اللي عمل طفرة في القناة ولسه يعني اللي جاي أفضل، وطبعا باشمهندس عماد الغول، وطبعا أستاذ باسم عزمي وأستاذ محمود عدلي. الناس دي كلها بتقدم كل الدعم وعلى طول يعني سهرانين ودعم على طول عشان القناة دي تطلع بأحسن شكل يليق باسم جمهور النادي الأهلي. والجائزة دي احنا مش بنخص بيها حد بالتحديد، لا، الجائزة دي لينا كلنا وبحضراتكم في الأول وفي الآخر وبدعمكم لينا. مهم كمان نقول انه كتيبة العمل، يعني عشان القناة تظهر لحضراتكم بالشكل ده، في جيش جرار الحقيقة من العاملين في قناة النادي الأهلي والمنتمين لكيان الأهلي، وده يمكن جزء وسر من أسرار النجاح. كل واحد الحقيقة بيقوم بدوره على أكمل وجه، منظومة متكاملة، منظومة محترفة، تكون سعيد وتكون فخور أنك أنت جزء من الكيان ده. خليني بالمناسبة، وبما أن احنا ابتدينا الحلقة وقلنا أن منتخبنا الوطني النهاردة بيلعب مع توجو ماتش الجولة الرابعة، زي ما قلت لحضراتكم منتخب مصر الوطني النهاردة ظاهر في
ثوبه الجديد زي ما بيقولوا. تشكيل منتخب النهارده: محمد الشناوي في حراسه المرمى، احمد توفيق باك يمين، محمود حمدي الونش واحمد حجازي قلب في قلب الدفاع، وايمن اشرف باك شمال. في نص الملعب طارق حامد وحمدي فتحي، معاهم مجدي قفشه، وعلى الطرف الشمال هيكون محمود حسن تريزيجيه، وعلى الطرف اليمين محمد شريف، وراس حربه صريح هيكون النهارده احمد حسن كوكا. سبع تغييرات على التشكيل. انا قلت شايف لك منتخب جديد. شايف انت ايه رايك في التشكيل؟ طبعا خدي بالك انه في بدايه في فرق زمني بسيط جدا بين الماتشين، نتكلم في ثلاث ايام، في رحله سفر مدتها ست ساعات، كل ده عبء بدني على فممكن كابتن حسام بشكل كبير يكون بيفكر يعني يدي ناس ما لعبتش فتبقى مرتاحه تقدر تساهم بشكل كبير. ممكن تكون رساله لكل حد ما ظهرش بمستواه او كنا مستنيين منه اكتر في المباراه الاولى، وبالتالي يدي فرصه لوجوه جديده في المنتخب. نتمنى ان شاء الله باذن الله النهارده يكون العرض على مستوى اسم منتخب مصر، وتكون النتيجه ان شاء الله ايجابيه على اقل تقدير، ما نرجعش بخساره من توجو، وهيبقى صعب جدا في التوقيت ده على جماهير الكره المصريه انها تستقبل نتيجه سلبيه. نتمنى ان شاء الله توفيق لمنتخبنا، وافكر حضراتكم كمان النهارده ساره بالليل نتمناها ممتعه، يعني مباراه مهمه جدا لمنتخب مصر الاولمبي، هتكون الساعه 9 ان شاء الله على ملعب استاد القاهره، هتجمع بين مصر والبرازيل، واحنا مصر والبرازيل ذكرياتنا معاه حلوه، فنتمنى ان احنا ان شاء الله نكمل في نفس التراك. ان شاء الله بنتمنى طبعا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، ونشوف بقى اداء النهارده ان شاء الله مختلف تماما بالمنتخب الجديد اللي بيلعب النهارده. نروح لفاصل وهنرجع نكمل حلقتنا. خلينا نقول ان احنا هنشوف تقرير دلوقتي عن حفل مهرجان الفضاءات العربيه اللي زميلنا العزيز استاذ محمود عدلي امبارح تسلم فيه جائزه افضل قناه رياضيه قناه النادي الاهلي. اتوقع لا، بس اتمنى مكسب يعني الاهلي ان شاء الله. وحشتوني وان شاء الله باذن الله في اقرب فرصه اكون معاكم يعني. نادي عريق، وتحياتي للكابتن محمود الخطيب ولاداره النادي الاهلي العظيم. انا سعيد ان الاهلي والزمالك بيلعبوا في نهائي افريقيا، ودايما البطولات مش هتخرج بره النادي الاهلي، ولو فاتت الاهلي ان شاء الله الزمالك يسد. جمهور الاهلي هيفهم ان من ضريبه مهنتي، انا ما اقدرش اقول اهلاوي ولا زملكاوي، ولكن في بيحسوا يعني، اكيد الجمهور هيحس انا بنتمي لايه. اتمنى ان شاء الله فوز الاهلي وحصوله على كاس افريقيا التاسعه، وبنقول لهم التاسعه يا اهلي، وان شاء الله نبارك لجمهور الاهلي والكابتن الخطيب. الاول انا مبسوطه قوي ان انا على قناه النادي الاهلي، النادي اللي بحبه. انا اهلاويه يا جماعه على فكره، جمهور الزمالك ما يزعلش، بس دي حاجه انا بقولها دايما. ان شاء الله احنا اللي هنكسب. اللعب امام الزمالك فريق مش سهل، وفريق كبير، واحد قطبي الكره المصريه معانا يعني. يعني توقعي انا الشخصي 3-0 يا جماعه. الاهلي حديد، الاهلي حديد، الاهلي حديد. انا بحب الاهلي صراحه. اهلاويه؟ لا انا ما بحبش التعصب، بس انا بحب النادي الاهلي، بموت فيه، وهو ده النادي بتاعي من وانا صغيره لغايه دلوقتي. مين فيكم اشطر كتكوت ياخدوا الكوره بالشلول؟ يعني يا جماعه دي كوره، يعني كوره، واحنا بنحب بعض وكلنا اصحاب. انا صحابي زملكاويه على اهلاويه على اسماعيليه على اسكندرانيه، فالدنيا حلوه يعني، مفيش حاجه، ما عندناش تعصب والله، احنا بس اللي بنكبرها. جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم، وانا اهلاوي وبحب الاهلي، بس مش متعصب. ان شاء الله هنكسب يعني باذن الله، وشايف هيبقى في حماسه كبيره جدا طبعا، اللعيبه كلهم متحمسين، ان شاء الله يعملوا ماتش قوي باذن الله. مبسوطه اني كنت معاكم، وكل سنه وانتم طيبين. برحب بحضراتكم مرة تانية، وخلوني نطمن حضراتكم على فريق نادي الأهلي النهاردة والتمرين، وبيتسو موسيماني اللي عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق التمرين النهاردة على ملعب التاتش، استعدادا طبعا لمواجهة أبو قير للأسمدة في كاس مصر يوم 21 نوفمبر. المرحلة اللي جاية كلها تحديات، وأكيد موسيماني اتكلم مع اللعيبة في ده. خلونا ناخد مراسلنا فاروق صلاح طبعا من ملعب التاتش. برحب بيك يا فاروق، مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا ساره، مساء الخير عليك يا احمد، وكل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مش هزيد على الكلام اللي انت قلتيه يا ساره، بالفعل عندنا مرحله مهمه جدا فيها تحديات كتير، وده كان ابرز يعني المحاور بتاعت مستر بيتسو موسيماني النهارده بالفعل مع اللاعبين في المحاضره النظريه اللي اتكلم فيها مع اللاعبين على اهميه هذه المرحله،
وان احنا مقبلين على بطولتين، عندنا بطوله كاس مصر ومواجهه فريق ابو قير الاسمده يوم 21 على استاد برج العرب بالاسكندريه، وايضا مواجهه الزمالك يوم 27 في استاد القاهره في الدور النهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا. من النقاط المهمه جدا برضو يا ساره ان مستر بيتسو موسيماني فرغ دماغ اللاعبين تماما للتركيز فقط في مباراه سماد ابو قير الاسمده في الدور الثمانيه، والتركيز كله بينصب على هذه المرحله، نركز في المباراه ثم عقب المباراه نبدا نحضر لمباراه الزمالك ونشوف تحضيرات مباراه الزمالك. النهارده كان كل كلامه مع اللاعبين عدم الاستهانه بالخصم، عدم النظر لموقعه والفريق ابو قير الاسمده احد انديه الدوري الدرجه الثانيه، لكن التركيز كله مصب ولعبت النادي الاهلي بتاعي هذا الامر. من الامور المهمه ايضا ان حاله التركيز اللي عند اللاعبين وايضا الحماس اللي موجود يا ساره عند اللاعبين الناشئين. فاروق خليني اسالك على اسماء يمكن كانت غايبه بقى لها فتره عن النادي الاهلي، يعني عايزين نطمن بدايه طبعا الشحات ندفد محمود وحيد كنا سمعنا انه جاله اصابه خفيفه كده، فعايزين نطمن منك على حاله اللعيبه. تمام يا احمد، يعني قبل ما نقول بقى حسين ومحمود وحيد والشحات والشيخ، خليني من خلالك برضو من خلال قناه النادي الاهلي نطمن الجماهير على حاله محمد هاني. محمد هاني عقب اصابته مع منتخب مصر في المباراه الاخيره، محمد هاني النهارده كان موجود في فحص طبي، اتعمل فحص طبي واتعمل جلسه في الجيم على جلسه علاج طبيعي لمحمد هاني. بطمنك وبطمن جماهير النادي الاهلي، محمد هاني ان شاء الله موجود وهيشارك مع النادي الاهلي عقب مباراه كاس مصر. يعني الدكتور خالد محمود قال هياخد يومين او ثلاث ايام بالكثير قوي، يعني جلسات علاج طبيعي ل يعني اشتكى من جزع في الاربطه الركبه، لكن انا بطمنك وبطمن جماهير النادي الاهلي محمد هاني جاهز بالظبط، اربطه الرباط الخارجي للركبه، بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي محمد هاني ان شاء الله جاهز كريم نادفد يعني بصوره مؤكده للمباراه النهائيه. كنت بسالك على حاله كريم نادفد والتدريبات التاهيليه وصلت لحد فين؟ نتكلم على كريم نيدفيد. كريم نيدفيد يعني زي ما قلنا خلاص يعني يعني ان شاء الله المرحله الاخيره من التاهيل لكريم نيدفيد، والدكتور خالد محمود والجهاز الطبي للنادي الاهلي عامل المرحله على جزئين شقين، يعني بيبدا كريم نيدفيد اليوم او مرحلته مع جلسات العلاج الطبيعي مع الدكتور طارق عبد العزيز، ثم بيختتم المرحله الاخيره بالجري حول الملعب. البرنامج التاهيلي الموضوع لكريم نيدفيد بيصير بصوره اكثر مرعاه، يعني الدكتور خالد محمود قال لنا ان في مدى استجابه يعني بسرعه سريعه من عضلات او كريم نيدفيد، عنده استجابه مهمه جدا، والدافع عند كريم نيدفيد والحماسه اللي عند كريم نيدفيد اعتقد كلها امور بتسهل ان شاء الله فتره عوده كريم نيدفيد. بطمن ايضا الجماهير على حسين الشحات. حسين الشحات النهارده شارك في التقسيمه الرئيسيه وكان واحد من العناصر اللي مستر بيتسو موسيماني طبعا بيبني عليهم الشغل التكتيك والشغل الفني، سواء مع كهربا سواء مع وليد سليمان، ايضا مع مجموعه اللاعبين الاساسيين سواء اللي هيستعين بيهم في مباراه كاس مصر او مباراه الزمالك. ايضا نطمن الجماهير على حاله محمود وحيد. النهارده يا احمد برضو يعني من ضمن اسئلتك محمود وحيد واحمد الشيخ، كل اللعيبه شاركت النهارده يعني الحمد لله، كل لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله يعني ان شاء الله خير اللعيبه كلها. ايضا من النقاط المهمه جدا سعد سمير بيشارك في التقسيمه الرئيسيه لاول مره النهارده. سعد سمير النهارده شارك في التقسيمه الرئيسيه للنادي الاهلي وادى تقسيمه اكثر من رائعه. محمود وحيد احمد الشيخ ايضا شارك بعد كان اشتكى من كدمه، لكن النهارده بيشارك في التقسيمه الرئيسيه كل اللاعبين الحمد طيب لله. كل التوفيق للجمله طبعا بنشكرك شكرا يعني جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح من ملعب التتش، وطمنا على الجمله. وبالمناسبه يمكن قفشه لسه حاطط جول لمنتخب مصر، بدايه موفقه طبعا للمنتخب في اللحظات الاولى من لقائه مع توجو، هنتابع طبعا سير المباراه مع حضراتكم. وبمناسبة المنتخب الوطني خلينا نروح للجنة الخماسية واتحاد الكرة. اللجنة الخماسية تسلمت النهاردة موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على لائحة النظام الأساسي للجبلاية، وهيبتدي اتحاد الكرة إن شاء الله في طباعة اللائحة وتجهيزها عشان يتم إرسالها بقى لكل الأندية عشان يتم الاطلاع عليها قبل اجتماع الجمعية العمومية بهدف مناقشة التعديلات. خليني كمان اروح مع حضراتكم لدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اللي اكد ان الاحتفاليه اللي اقيمت لمحمد صلاح طبعا لتكريمه من اتحاد الكره المصري ما شهدتش اي
تقصير عشان تكون سبب في إصابة النجم محمد صلاح طبعا بفيروس كورونا. دكتور أشرف صبحي قال إن حفل تكريم محمد صلاح ما كانش فيه أي تقصير، تم الالتزام بكل شيء، حتى محمد صلاح لما دخل ما سلمش على أي حد، وقال إنه الجائحة دي طبعا من الممكن أن تصيب أي شخص في أي مكان، وقال إن روحه المعنوية عالية جدا، وإن ليفربول بيدرك إنه مصر تعاملت على أعلى مستوى مع الموضوع ده، ولكن في أمور لا يمكن التحقيق فيها زي طبعا الإصابة بفيروس كورونا. كمان دكتور أشرف صبحي قال إن الاتحاد نظم الحفل وفقا للتباعد والقوانين، وما كانش فيه أي حد لم يلتقي بيه أي حد، وكانت الأمور كلها تم ترتيبها من فترة طويلة وبتواصل مباشر كمان مع ليفربول. وكمان قال إن وزارة الرياضة جاهزة لكل حاجة، مثلا اللجنة المنظمة مع الاتحاد الدولي أقروا حضور 50% من الجماهير في مباريات كاس العالم، وبالتالي كانوا جاهزين ل 50% او ل 100% عن طريق تنظيم المقاعد والتباعد الاجتماعي. طبعا يعني خلينا نتفق، بس نتمنى الشفاء للجميع سواء كان صلاح او كان النني، لكن طبعا ملابسات اصابه محمد صلاح بفيروس كورونا علامه استفهام كبيره جدا. نطمن عليه الاول وبعد كده نترحل، لكن اعتقد الموضوع لا يجب ان يمر كده مرور الكرام. بمناسبة فرقتنا، أنا عايز أقول لحضراتكم أنه إن شاء الله يوم 19 ينضم للتشكيلة الموجودة اللي بتتمرن حاليا مع مستر موسيماني معلول وديانج وعلي معلول وأليو ديانج وجيرالدو، عشان تكتمل طبعا بعد عودة طبعا الدوليين المصريين، يبقى كده السكواد بتاعت النادي الأهلي جاهزة إن شاء الله أنها تتمرن بقى بشكل جماعي لأول مرة من فترة طويلة، من أول ما توقفت النشاط بسبب الأجندة الدولية. يعني هتكتمل سكواد بشكل كامل يوم 19 قبل ماتش الزمالك، ماتش نهائي دوري الأبطال ب 72 ساعة. مستر موسيماني قرر ان الفريق يدخل ان شاء الله معسكر مغلق. طمنا على حالة اللعيبة بتاعتنا، والحمد لله يعني كل النجوم اللي كانوا بيعانوا من إصابات سواء كان بقالهم فترة طويلة مثلا زي نيدفيد او يعني إصابات بسيطة، الحمد لله طمنا عليهم، وان شاء الله بإذن الله أوراقنا تكون جاهزة للمباراة الأهم، نهائي دوري الأبطال. طبعا إصابة محمد النني كانت خبر مؤسف برضو بفيروس كورونا يا أحمد، يعني النني من اللعيبة المميزة جدا في منتخب مصر أو في الدوري الإنجليزي يعني في أرسنال. النني من اللعيبة المميزة في أرسنال بصراحة، مع منتخب مصر مستني اشوف نني مستوى النني اللي بيظهر في انجلترا. ما عجبكش في المباراه اللي فاتت؟ مش بس المباراه اللي فاتت، يعني انا بشوف انه النني لعيب امكانياته كبيره جدا، والمفروض ان هو من اللعيبه الثقيله جدا جوه المنتخب، وبالتالي حجم تاثيره لازم يكون اكبر بكثير جدا من اللي بيديه النني لمنتخب مصر. مش بتهم اللاعب بالتقصير على الاطلاق، ولكن بشوف انه مستوى الاداء اللي بشوفه من نني في بريمير ليج مع الارسنال مش بشوف زيه مع منتخب مصر. يمكن طريقة اللعب، يمكن زمايله في الملعب، يمكن علاقته بالمدير الفني، وهنا مش بتكلم على أسماء، لكن أنا بتكلم عن نني ومشوار مع منتخب مصر. أعتقد أنه محتاج يكون ليه إضافة وبصمة أكبر من كده. نروح لطارق سليمان طبيب منتخب مصر السابق اللي كشف عن آخر مستجدات إصابة محمد النني وبعض اللاعبين في الفترة الأخيرة بفيروس كورونا، وقال إن إيجابية مسحة كورونا مش معناها إن في إصابة في الوقت الحالي، ولكن المسحة تعتمد على وجود RNA، وقال إن الفيصل في إصابة محمد النني هو شعوره بالأعراض. وفي إسبانيا حاليا بيتم حقن اللاعب بخلية اختبارية وإجراء مسحة جديدة، ومن الوارد أن تكون المسحة دي بعد الحقن ده او الحقن دي سلبيه، ان شاء الله تكون سلبيه، ان شاء الله ما يكونش فيه اي حاجه، ونتمنى طبعا الشفاء لكل المصابين وكل اللاعبين محمد النني وصلاح، وباذن الله يرجعوا بالف سلامه ان شاء الله باذن الله. الحقيقه كمان الاتحاد الانجليزي لكره القدم اعلن عن 16 اصابه جديده بفيروس كورونا بين لاعبين وبين اعضاء اجهزه فنيه في البريمير ليج خلال الفتره بس من 9 ل 15 نوفمبر، يعني خلال 6 ايام. وكشف الاتحاد الانجليزي في بيان اتنشر على موقعه الرسمي امبارح بالليل عن خضوع الحالات الايجابيه اللي تم اكتشافها طبعا لعزل منزلي لمده 10 ايام، واجرى الاتحاد الانجليزي في نفس الوقت الاسبوع ده حوالي 1207 اختبار عشان يتم الكشف عن فيروس كورونا للاعبين والاجهزه الفنيه للانديه اللي بتشارك في البريمير ليج. خليني اقول لحضراتكم انه الاصابات بتاعه الاسبوع ده تحديدا تعتبر هي الاعلى على الاطلاق منذ بدايه الموسم، والرقم الأعلى كان مسجل في الأسبوع الرابع بإصابة 10 حالات فقط، وده طبعا رقم كبير ومخيف، وممكن يدي دلائل على الكلام اللي كنت بقوله لحضراتكم إن الموسم اللي جاي مش بس على مستوى البريمير ليج،
ولا على مستوى المنافسات القارية في أفريقيا، على مستوى العالم كله ممكن يكون مهدد بعدم الاستكمال. الاتحاد الإنجليزي كمان ذكر أنه بيقدم المعلومات المجمعة طبعا بغرض النزاهة والشفافية في المنافسة، وأنه لن يكشف عن أي تفاصيل بشأن اللاعبين، وهيتم الاكتفاء بالإعلان عن النتائج الإجمالية فقط بعد كل جولة. بعد الفاصل عندنا كلام كتير عن مباراة منتخب مصر وتوجو اللي شغالة حاليا واللي بنتمنى فيها كل التوفيق لمنتخب مصر، مع أستاذ محسن لملوم مدير تحرير الأهرام الرياضي. بعد الفاصل هنتكلم أكتر عن ماتش النهاردة وعن منتخب مصر بشكل عام مع أستاذ محسن لملوم مدير تحرير الأهرام الرياضي. مساء الخير عليك يا فندم. مساء الخير يا أستاذ سعد. أكيد حضرتك دلوقتي متابع مباراة المنتخب اللي شغالة دلوقتي أمام توجو، إزاي شفت التغيير الكبير اللي عمله كابتن حسام البدري على المباراة؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، التغيير طبعا الأمور الفنية مش هقدر أتدخل فيها أول، لأن دي تخص الجهاز الفني بجودة الكابتن حسام البدري، وتحديدا هنا هلتمس له عذر وحيد إن هو الفرق الزمني ما بين المباراة مباراة السبت اللي فات ومباراة النهاردة ضئيل جدا، بيتخللها طبعا سفر مرهق تاني يوم لمدة 6 ساعات. يعني الأمور دي بتفرض يعني بتجبره على بعض الأمور المعينة، منها التشكيل النهاردة وغياب بعض العناصر ووجود عناصر أخرى وما إلى ذلك. النقطة اللي حابب أتكلم فيها بعد إذن حضرتك مش التأهل، التأهل يعني إن شاء الله شبه مضمون، ده بيبدو 2 من كل مجموعة، وإحنا النهاردة لو كسبنا يبقى ناقصنا نقطة ولسه قدامنا ماتشين غير مباراة النهاردة إن شاء الله. لكن المشكلة هي في هيبة المنتخب المصري، بطل مش بطل، عملاق القارة السمراء، يعني هو حامل اللقب البطولة كأس الأمم الأفريقية ب7 بطولات، يعني أقرب حد لينا الكاميرون ب5. النهاردة لما بنشوف نلاقي حتى المنتخبات اللي زينا شمال أفريقيا، الجزائر تأهلت امبارح من الجولة الرابعة، تونس هتتأهل النهاردة عندها مباراة مع تنزانيا الساعة 9 بالليل. خليني بس أقول لحضرتك كمان ونعرف المشاهدين إن مصر منتخب مصر أحرز الجون الثاني، ومحمد شريف اللي جاب الهدف ده. كويس جدا، ده شيء جميل. نرجع لمرجونا، تونس هتتأهل النهارده، المغرب هتتأهل النهارده، السنغال اتأهلت امبارح هي والجزائر، فالمنتخبات الكبيره دي يعني اذا كنا احنا بنعمل كده موقفنا تأزم في مجموعه سهله جدا في التصفيات، طب ماذا بعد؟ يعني لو اتأهلنا هنعمل ايه؟ يعني لما نقدر نعمل ايه؟ هي دي المشكله. يعني عايز اقول لحضرتك ان هو النهارده المشكله الكبرى عند الكابتن حسام البدري هي اعاده هيبه المنتخب المصري، اللي بصراحه يعني ما ينفعش يبقى تاني بعد جزر القمر، منتخب جزر القمر مع طبعا تقديري له كامل احترامي ليه، لكن في الاول وفي الاخر لا يقارن ولا هو ولا توجو ولا كده. طيب لا يقارن. استاذ محسن، ممكن نقول فين المشكله؟ يعني ومن حق حضرتك انك تقول وجهه نظرك، وعادي ان احنا نتكلم فنيا، يعني طبعا دي حاجه في الاول وفي الاخر بترجع لكابتن حسام البدري، ولكن في وجهات نظر فنيه ومن حق حضرتك انك تقولها. شايف فين المشكله؟ ليه ما بقتش موجوده هيبه المنتخب المصري اللي احنا عارفينه واللي هو الاكثر تتويجا طبعا بكاس الامم الافريقيه؟ المنتخب للاسف ما لعبش بقاله يجي سنه تقريبا، يعني لعب اول جولتين ضد كينيا في القاهره وتعادل، وضد جزر القمر في جزر القمر وتعادل برضه، وبعدين قعد تقريبا يجي سنه بسبب طبعا جائحه كورونا. لكن لما المباريات رجعت تاني كان في الفيفا دي المنتخبات لعبت كلها، لعبت ماتشين ماتش او ماتشين. منتخب مصر الوحيد اللي ما لعبش، او يعني احد منتخبات القلائل اللي ما لعبتش، ما استغلتش فرصه هذه الفرصه ولعب مباريات. كان حجه الكابتن حسام البدري وقتها ان كان معظم اللعيبه من الاهلي والزمالك وبيراميدز اللي هم كانوا داخلين على نصف نهائي دور الابطال والكونفدراليه، فاراد يريحهم. اوكي، انت افدت الانديه الثلاثه، لكن انت ضررت نفسك مع كامل التقديري للفرق الثلاثه الاهلي والزمالك وبيراميدز، لكن منتخب مصر يظل هو الاهم بالنسبه لنا كلنا، يعني وصورتنا كلنا. فهو غير التجانس، اللعيبه بعيده جدا عن المباريات، هو شراكه. طب مش هتكلم عنه في الامور الفنيه اكتر، لكن ده السبب العام ان هو بقى المنتخب بعيد عن المباريات، ما فيش تجانس مع بين اغلب اللعيبه، ده اللي خلق الفجوه الكبيره في اداء المنتخب المصري، بالرغم من ان هو يضم عناصر رائعه جدا، يعني يكفي ان عنده شويه محترفين في اقوى دوري في العالم البريمير ليج، عنده محمد صلاح، عنده محمد النني، عنده تريزيجيه يعني، وحتى احمد حجازي كان لاعب برضه قادم من الدوري الانجليزي الى الاتحاد السعودي، وحتى لعيبه الاهلي والزمالك وبيراميدز او اللعيبه المحليه بصراحه على مستوى عالي جدا. يعني هو ما فيش عذر، العذر الوحيد ان هو ما استغلش الفتره اللي فاتت في لعب مباريات يقدر على مباريات وديه على الاقل يقدر يقرب بيها، يحصل التجانس بين بعض اللعيبه وخصوصا اللعيبه الجداد في الفريق. يعني شايف ان النقطه انه لازم يكون في مباريات وديه اكتر من كده ومعسكرات مثلا طويله. صحيح، هو ده فات اوله خلاص، هو طبعا هيعمل ده ان شاء الله في الفتره الجايه، لكن هو اقصد بقول السبب
اتفضل. في استاذ محسن وجهه نظر ثانيه بتقول انه طب ما في العالم كله ده مش بيحصل، مش دايما بيكون في معسكرات طويله وبنشوف واللعيبه ما بتلعبش مع بعض كتير، بس بنشوف انه في الاخر المنتخب بيظهر باحسن شكل. اوكي، كان ممكن ده يحصل. يعني ايه، جائحه كورونا ابعدتنا كتير عن المباريات، حتى احنا بدانا بعض اوروبا، الدور الالماني بدا والانجليزي وخلص، وكان لسه الدور المصري ما بداش، حتى دوريات دوري ابطال اوروبا بدا وانتهى، وكان لسه دوري ابطال اوروبا ما استكملش رغم ان هو كان باقي فيه 5 مباريات. الدوري الاوروبي استكمل وخلص، وكان لسه برضو يعني احنا اتاخرنا، هم كان عندهم سبقونا شويه في الغرب، سبقونا ولعبوا كل مبارياتهم وخلصوها بدري بدري، لعبوا في منطقه بقى مجمعه في البرتغال زي كده، دوري ابطال اسيا ما اتلعب مثلا في قطر، الجزء الشرقي وجزء الغربي وجزء الشرقي اتلعب ما اعرفش في استراليا، يعني الاولى حل. احنا خدنا وقت طويل جدا عبال ما المباريات دي رجعت، سواء الدوري المصري اللي هو بالنسبه للكابتن حسام بدري الاساس، او حتى دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه اللي فيها الاهلي والزمالك وبيراميدز اللي هي اغلب عناصره الاساسيه، فلما غابت الاحتكاكات دي بالنسبه لي وبالتالي ما فيش تجمعات، هو زاد التيم بالله بكل امانه، وما لعبش في الفيفا دي او في التوقفات الدوليه، ما لعبش ماتشين والدين، كل المنتخبات لعبت، كان يقدر يعمل ده، يجرب لو هو عايز لاعب او لاعبين كان يقدر يلعب، كان هو ما عملش ده، بس ده محلول في الفتره الجايه. انا عن نفسي مش خايف على التاهل، لان بالنسبه لي التاهل ما فيهوش اي مشاكل خالص، لكن هيبه المنتخب المصري زي ما قلت لحضرتك، يكفي اقول لك حاجه بسيطه بس، الصحف توجو بعد المباراه بتاع يوم السبت هجمه كلود لوروا، يعني صاحبه في توجو تريبيون قالت ان هجمه كلود لوروا اللي هو المدير الفني لتوجو، قالت كان في الامكان افضل من مكان، افضل من مكان يعني انا على اللي تعادل، تخيل هم زعلوا ان هم اتغلبوا النصر 1-0 وصلنا الى هذا الحد، لا بصراحه كان شكله مهم جدا المنتخب، كابتن حسام البدري ورفاقه في الجهاز الفني وبقيه اللعيبه عليهم حمل كبير جدا، يرجعوا تاني هيبه المنتخب المصري اللي بقى شكله وحش جدا في القاره الافريقيه، بالرغم فعلا ان منتخب توجو مش منتخب كبير في افريقيا، يعني علشان يتكتب كلام زي ده. بس خليني برضو اسالك، هل شايف انه غياب محمد صلاح برضو كان مؤثر بشكل كبير عن المباراه دي؟ هو غياب محمد صلاح يؤثر طبعا لاعب كبير، مش عايز كلام، لكن مش هقدر اقول الكلام ده، مش هو ده السبب الرئيسي، مش هقدر اقول الكلام ده وانا بلعب توجو وكينيا وجزر القمر، يا جماعه الكلام ده لما لعب السنغال، الجزائر، المغرب، تونس، كوت ديفوار، نيجيريا، المنتخبات، غانا، اللي اقدر يبقى فيه، يبقى انا محتاج كل عنصر، لكن معلش مع كامل احترامي وتقديري برضو لكل منتخبات المجموعه الثلاثه، مش غياب محمد صلاح ولا النني ولا الشناوي ولا تريزيجيه ولا اي حد ده اللي هياثر، لا دي يعني مش ده المؤثر، هو مؤثر طبعا، لاعب لو موجود كان يقدر ينهي لك المباريات باكبر عدد من الاهداف، لكن مش ده السبب الرئيسي، مش محمد صلاح اللي قلنا ان انا خسرته قدام منتخب زي توجو. واصابه النني برضو مش شايف ان هي ممكن تكون مؤثره بشكل كبير في مباراه النهارده؟ نفسك اكيد مؤثره طبعا، دي لعيبه اساسيه ولاعيبه كبار في البريمير ليج في ارسنال وفي ليفربول، لكن المنافس بيخليني ما اقدرش اقول الكلام ده، مش هضحك على نفسي، مش هقدر اقول غياب صلاح وانني اثر على منتخب مصر، انا بلعب توجو يا جماعه للمره الثانيه، انا بلعب توجو مش منتخب غانا ولا السنغال ولا كوت ديفوار ولا نيجيريا ولا الجزائر ولا تونس ولا المغرب، ما لما العب الناس يغيب عني انني وصلاح هعمل ايه؟ لا طبعا لا يبرر. طيب احنا متفقين انه الجهاز الفني محتاج يرجع منتخب مصر لمستواه المعهود لهيبه منتخب مصر، واول نقطه عند حضرتك انه فكره كان يكون في مباريات وديه او معسكرات طويله او يكون في تجانس بين اللاعبين عشان ما نشوفش اللي احنا شفناه في المباراه اللي فاتت اللي هي الاعتماد على المهارات الفرديه، ما كانش في تكتيك واضح. طيب شايف ايه تاني ممكن يكون من وجهه نظرك، يعني ممكن يكون محتاجه كابتن حسام البدري او المنتخب علشان يظهر تاني بالشكل اللي احنا عارفينه المعهود، شكل مميز لمنتخب مصر غير مثلا المباريات الوديه او المعسكرات؟ يعني انا مش شايف بكل امانه كابتن حسام البدري، انا يمكن كنت قريب منه لما كان مدير فني النادي الاهلي قبل كده في 3 فترات سابقه، كان بيحرص على بعض الجمل انا كنت بشوفها، حتى كان بيبقى اداء مميز النادي الاهلي بيها، لما درب حتى قبل كده فرق بره، المريخ السوداني، ما اعرفش ليبيا، لما درب كان ليه بصمه، لحد حتى هذه اللحظه بصمه الكابتن حسام البدري اللي احنا عارفينها في السابق مش ظاهره في المنتخب، انا مش قادر افهم ده سببه ايه، يعني هل هو مش عارف يحصل مش قادر يطبق فكره التدريبي على اللعيبه، انا دي علامه استفهام، اتمنى الكابتن حسام هو اللي يجاوبها مش انا، لان انا كنت بشوف ده، انا فاكر في مره في نهائي 2012 دوري ابطال افريقيا ما بين الاهلي والترجي في رادس، الاهلي فاز فيه 2-1، سالته كان الاهلي كان بيلعب كرات قصيره، يعني كانت تيكي تاكا افريقيا ساعتها، فسالته عليها قال لي انا بدرب عليها اللعيبه لكن هي بتحتاج لتركيز شديد جدا جدا جدا، اللعيبه بتاخد مني وقت، ده مش موجود مع المنتخب، مع ان معاك القماشه عاليه جدا جدا جدا، انت بتدرب محمد صلاح وبتدرب النني وتريزيجيه والى بقيه القائمه يعني محليين او محترفين،
لحد النهارده مفيش بصمه ظهرت ومفيش بصمه واضحه ظهرت للجهاز الفني وخصوصا الكابتن حسام بدري اللي كان ليه تاريخ كبير ومشرف قبل كده. طيب عايز اعرف برضو يعني اذا كان في اي علامات استفهام كانت عند حضرتك على مثلا القائمه المختاره لمنتخب مصر، كان في شايف انه في لعيبه تالقت في الدوري المصري وكانت تستاهل تنضم للقائمه من وجهه نظرك؟ طبعا طبعا، يعني مثلا انا شايف ان غياب احمد فتحي كان غير مبرر خالص بكل امانه، مش موضوع الشاره اللي يخلي لعيب يغيب بقيمه احمد فتحي. محمود كهربا مش عشان طبعا في النادي الاهلي بسبب خلاف ما مع كابتن محمد فضل، مش ده السبب اللي يخليه يغيب. ماشي مفيش مشاكل. انضمام رمضان صبحي اللي ما كانش لعب لمده تقريبا 11 شهر، ما كانش لعب، غايب تماما 11 شهر ومع ذلك بيضمه، لا خلاف طبعا على موهبه رمضان صبحي، لكن يعني لعب بقاله فتره كبيره ما لعبش، بقاله سنه تقريبا بالظبط. يعني الامور دي يعني كانت كلها دي علامات الاستفهام في قائمه الاختيارات بتاع كابتن حسام بدري. يعني بصراحه انا ما لقيتش رد مقنع لانضمام رمضان صبحي الغائب منذ 11 شهر عن المباريات، او لغياب احمد فتحي او لغياب محمود كهربا. دي كانت علامات استفهام كبيره جدا حول القائمه اللي اختارها المباراتين توجو في الجولتين الثالثه والرابعه. ولكن بالنسبه لك تشكيله مباراه النهارده ممكن تقول انه في فرق هيحصل في المنتخب، في شكل المنتخب الفتره اللي جايه ولا لا؟ لا لا مش دليل، مش مبرر، لان مباراه النهارده لها ظروف خاصه. عنده لعيب غاب امبارح محمد النني اساسي طبعا، غاب بسبب كورونا، قبل منه كان في محمد صلاح، وبعدين الفرق الزمني ما بين المباراتين وعناء السفر ده اثر شويه خلاه ممكن كجهاز فني يعني يريح لعيبه على حساب لعيبه او يختار لعيبه معانا، لكن ده مش مؤشر نهائي للفتره اللي جايه. طيب خليني اروح مع حضرتك برضو للمنتخب الاولمبي، ازاي ممكن نقيم الدوره الرباعيه الوديه اللي شارك فيها المنتخب الاولمبي؟ تعادل قدام كوريا وكمان عنده ماتش مهم النهارده ان شاء الله الساعه 9 قدام البرازيل، ايه الاستفاده اللي ممكن منتخب كابتن شوقي غريب من المباريات دي ياخدها؟ لا طبعا استفاده كبرى. يعني عايز اقول لحضرتك ان منتخب كوريا الجنوبيه بيتميز بالسرعات العاليه جدا، والبطوله دي بصراحه انا بشيد بالكابتن شوقي غريب ان البطوله دي كانت هتقام في السعوديه، لما حصل موضوع الحظر والاحترازات والكلام ده كله قدر يجيبهم هنا في القاهره. منتخب تقيل جدا زي منتخب البرازيل، المنتخبات المرشحه اصلا للفوز بالدور الاولمبيه، قدر يجيبه هنا باللاعبين الكبار منهم لاعب ريال مدريد جوميز. بصراحه الاستفاده طبعا اكيد استفاده فنيه، انا ماليش دعوه بالنتائج، المباريات الوديه مش مهم فيها النتائج، حتى لو كان كسب كوريا هو تعادل بس المظهر كان كويس والاداء كويس. وهيبان اكتر في مباراه النهارده، ولا ننسى بين قوسين ان عنده لعيبه اساسيين مع المنتخب الاول، لما يرجعوا له هيكونوا اضافه، ممكن رمضان صبحي، ممكن مصطفى محمد، يعني الامور دي هتزيد اللعيبه دي لما ترجع له ويبقى الاساس عنده، هيبقى هتدي له افاده اكتر، اضافه اكتر، لكن الافاده طبعا مستفيد تماما من احتكاك بمدرسه اسيويه زي مدرسه كوريا، طبعا المدرسه البرازيليه الاولى في العالم بصراحه، دي قمه الاستفاده. هيكون في النهارده وجبة دسمة بصراحة، كلنا أعتقد أن نستمتع بها أكتر من مباراة مصر وتوجو اللي شغالة دلوقتي. أكيد. طب لو رحنا لأوروبا، الدوري الإنجليزي لا يزال يسجل أعلى إصابات، 16 إصابة جديدة في حوالي 6 أيام بحسب طبعا ما أعلن الاتحاد الإنجليزي، إزاي ده ممكن يأثر على شكل المنافسة؟ هل ممكن يعني فيروس كورونا يبدأ يعني يأثر من جديد ونشوف منافسات بتتأجل أو دوريات بتتأجل؟ لا لا لا، الناس دي ما فيش حاجة، لا بيأجلوا حاجة ولا بيعملوا حاجة، هي اثر في اداء بعض الفرق منهم بكل امانه وللاسف الشديد. ليفربول عنده كده باصابه صلاح بقى عنده 7 مصابين، وكلها عناصر اساسيه، جوكوميز عنده، الكانتارا اعتقد عنده، وصلوا لتسعه كمان يا استاذ محسن كمان. طب خلاص، يعني ليفربول يعني مسكين بصراحه، يعني الله يكون في عون يورجن كلوب. يمكن حتى الصحافه الانجليزيه فعلا عقب اصابه محمد صلاح كتبت وقالت ان محمد صلاح يمرض ليفربول، وكتبت وقالت كمان ان صلاح يزيد من معاناه يورجن كلوب، لان هي العمليه مش ناقصه. يمكن حتى يعني ايه صلاح طبعا لانه قيمه كبيره جدا، يعني مع كامل احترامي للاعيبه الثانيه، لكن صلاح عنصر اساسي وعمود فقري لفريق ليفربول، فهو لما يغيب يعني يضاهي 2-3 لعيبه زيه كمان قدهم يعني. كمان مع كل الغيابات دي للاسف الشديد هيكون اكبر الخاسرين هو نادي ليفربول، لكن مش هيأثر على شكل المنافسه، هو ممكن يدي اريحيه للفرق اللي هتقابلهم في الفتره الجايه، زي ليستر سيتي كده لما يقابل ليفربول الماتش اللي جاي في الدوري الانجليزي، وحتى بعديه مباراه اتلانتا
في الجوله الرابعه لدوري ابطال اوروبا دور المجموعات اللي هيقابل ليفربول في انجلترا، برضه هتبقى فرصه انه يستغل ظروفه، لكن لا هيبقى في تاجيلات ولا في شيء، اعتقد ذلك ان الغرب ما عندوش الكلام ده. اخيرا يا استاذ محسن، يعني زي ما حضرتك عارف الاهلي عنده مباراه مهمه في كاس مصر يوم السبت، الصح ان موسيماني من وجهه نظرك يلعب باللعيبه الاساسيه التشكيله الاساسيه بتاعته، ولا يحافظ عليهم لحد مباراه نهائي افريقيا طبعا الاهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر؟ لا طبعا يحافظ على القوام الاساسي، لان يعني بطوله افريقيا لا تضاهيها اي بطوله، لا الدوري ولا الكاس مع كامل احترامي لكل دول، تبقى بطوله افريقيا هي العشق الاول لجماهير النادي الاهلي وحريص عليها ازاي. كمان البطوله دي الثالثه تبقى، الاهلي كان صعد في اخر ثلاث سنين مرتين وخسر الاثنين للاسف، فعنده الثالثه دي يقدر يعني نتمنى له طبعا التوفيق، هو قبل نادي الزمالك الاثنين مصريين، لكن يعني اعتقد هتبقى مجازفه كبيره جدا من موسيماني ان هو يشارك اللاعب الاساسيين في مباراه ابو قير، يعني اعتقد الصف الثاني في النادي الاهلي كفيل بهذه المباراه. شكرا جدا، بشكرك جدا استاذ محسن لملوم مدير تحرير الاهرام الرياضي، كنت معايا في برنامج السادسه. النهارده كمان مباراه مهمه جدا، منتخب الاولمبي مع منتخب البرازيل، وده مستقبل بقى منتخب مصر الوطني، وباذن الله نشوف مباراه تمتعنا، وباذن الله كل التوفيق يكون النهارده لمنتخب مصر ان شاء الله، ونتاهل لافريقيا ونشوف مستوى تاني تماما. بعد الفاصل هيكون معانا كابتن احمد عادل مع الاعلامي المتميز زميلي احمد سمير. الاهلي يعني تاريخ طويل عريض من النجاحات ومن البطولات ومن الالقاب، لكن يا بخته اللي لعب في النادي الاهلي في العشر سنين الاولى من الالفيه اللي احنا بنعيش فيها، فتره ومرحله ذهبيه بكل المقاييس، بطولات، نجاحات، القاب، دلع من كل نوع. كانت فتره الحقيقه قدم فيها الاهلي كل شيء وسيطر وهيمن على كل شيء محليا وقاريا، واحنا معانا واحد من نجوم الفتره دي، من ولاد النادي الاهلي في الفتره دي، كابتن احمد عادل نجم النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن احمد. اهلا بيك، وانا سعيد ان انا موجود معاك على اكبر شاشه في الوطن العربي، وببارك لك طبعا وبارك لاداره القناه وللقناه كلها على احسن قناه في الوطن العربي وافضل قناه في الوطن العربي. ده حاجه وسام على صدر النادي الاهلي والوطن العربي، حاجه كبيره جدا، وده المتوقع منكم كلكم كمجموعه عمل يعني. الحمد لله وربنا يوفقنا دايما للاحسن، الاهلي دايما مرادف ومعنى للنجاح، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نكون على قدر المسؤوليه نقدم للملايين من جماهير النادي الاهلي في كل مكان محتوى اعلامي يليق بيهم. خليني في البدايه طبعا افتكر معاك يعني الفتره والظروف اللي تواجدت فيها في النادي الاهلي، والمرحله دي بالنسبه للكابتن احمد عادل بتمثل له ايه؟ يمكن الحمد لله زي ما حضرتك قلت في المقدمه، بطولات، انجازات، الحمد لله كنت موجود في مجموعه كبيره جدا عندها مسؤوليه، عندها عارفه يعني ايه قيمه النادي الاهلي وقيمه تيشيرت النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي. الحمد لله ده على مدار حياتي يمكن اللي فادني بشكل كبير جدا، ان انا كنت في بدايه حياتي يعني يمكن كان عندي 21 سنه وانا داخل النادي الاهلي، فده اداني طموحات واداني دوافع اتعلمتها من داخل النادي الاهلي، وخصوصا يمكن بفضل ربنا يعني ان انا مش غريب عن النادي الاهلي، لان انا كنت في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، فعارف السياسه بتاعت النادي الاهلي، عارف الطموحات، عارف النادي الاهلي بيلعب على الاول على طول، سباق بالنجاحات، ما بيبصش انا ورا في ايه، هو دايما بيبص لقدام، دايما بيلعب على الاول، دايما الدوافع والطموحات بتبقى متجدده دايما، وده بيحط عليك كمسؤوليه، يعني انت اما تحقق ان انت افضل قناه في الوطن العربي، فده بيحط عليك مسؤوليه كبيره جدا ان انت تبص لقدام، وانا عارف وواثق مليون في الميه ان دي السياسه اللي داخل النادي الاهلي، زي ما قلت لحضرتك طموحات يعني واهداف وانجازات مع النادي الاهلي وبطولات، الحمد لله دي افادتني بشكل كبير جدا طول الفتره اللي انا لعبتها. اكيد زي ما بيقولوا كده انه الحفاظ على القمه اصعب بكثير جدا من الوصول ليها، وده منهج بيتهالي لكل واحد بينتمي للكيان، مش بس كلاعب او كمدرب او كجهاز فني، احنا بنتكلم على كل التروس اللي بتشتغل في المنظومه. اكيد طبعا ده بيحط عليك مسؤوليه كبيره جدا، يمكن ده اللي انا اتعلمته حتى من مجلس اداره اللي كنت موجود ساعتها، كان الكابتن حسن حمدي وكان الكابتن الخطيب نائب، كان المجلس كله كنا بنتحاسب على البطوله، يعني بنخش في 7 بطولات، دي السياسه اللي داخل النادي الاهلي، انت مطالب ان انت تحققهم، لما بتحقق 6 انت البطوله ال7 بتتحاسب عليها، وده اللي حصل معانا فعلا لما خسرنا دوري ابطال افريقيا في 2007 مع النجم الساحلي، ولكن انا بشوف ان المباراه دي كانت بفعل فاعل ان احنا خسرنا، كان لينا ضربتين جزاء، لكن اللي انا شفته من مجلس الاداره ان انتوا ازاي ما تحققوش البطوله، وخصوصا ان دي البطوله المحببه لجماهير النادي الاهلي هو دوري ابطال افريقيا. ايوه احنا بالمناسبه انت موجود معانا في يوم ليه ذكريات يعني عزيزه جدا على جماهير الكره في مصر بشكل عام،
وعلى جماهير النادي الاهلي بشكل خاص. يعني لو تفتكر 89 زي النهارده، لا انا مواليد 84 بس اكيد تسمع عن جول كابتن حسام حسن في الجزائر اللي وصلنا لكاس العالم. لا اكيد طبعا الكابتن احمد الكاس اللي عملها له كمان زي النهارده كده كابتن احمد. وبرده من الذكريات الحلوه جدا للنادي الاهلي، بس دي بقى في 2012 الاهلي كان فاز على الترجي في رادس وحصل على بطولة افريقيا. يعني واحده برده من والترجي برده سبحان الله الترجي حظنا معاه حلو دايما وكعبينا دايما عليه. تعادلنا معاه في 2001 ده جون كابتن سيد عبد الجون ده انا ما انساهوش 17 نوفمبر سيد عبد الحفيظ في رادس جون فرادس. عالمي كده من نص الملعب تقريبا بعد دايره النص بالظبط كده بعد دايره النص كده حطها دخلت وكان مباراة صعبة جدا. انا فاكر الماتش ده كويس قوي ان شاء الله ذكريات حلوة يعني ويكمل النهارده كمان بفوز المنتخب المصري ان شاء الله يمكن نتيجة 2-0 فنتمنى ان شاء الله المكسب للمنتخب ويبقى يوم حافل زي ما حضرتك ده طبعا يعني ده لو تفتكروا معانا ده جول كابتن سيد عبد الحفيظ على الهوا اهو. طبعا ده جول ما يقدرش يتنسي. احنا 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 في تونس لينا مجموعة اهداف تاريخية يعني يمكن فوكس طبعا يمكن على الرغم انه كل فرق تونس النجم الافريقي الصفاقسي الترجي كلهم ماتشات بتبقى دايما من الوزن الثقيل من العيار الثقيل يعني وبنبقى دايما شايلين هم المواجهه مع فرق تونس. لكن احنا في تونس الاهلي في تونس عامل على اختلاف الاجيال، مش بتكلم على جيل واحد ولا بتكلم على جول كابتن سيد، انا بتكلم على تاريخ طويل جدا حقق نجاحات كبيره جدا على 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 الفرق التونسيه في ملعبها. وطبعا زي ما بتقول حضرتك يمكن ده باين في نتائجنا معاهم، باين في صفاقس 2006 وباين طبعا في نتائج كبيره جدا. يمكن انا حققت اكتر من فوز مع النادي الاهلي، حتى خدنا من كاس السوبر الافريقي من النجم الساحلي في اثيوبيا. فاحنا الحمد لله ده واصل حتى الفرق شمال افريقيا، ان على طول النادي الاهلي ده بيديك افضليه ان انت بتلعب ضد الترجي ضد التصفاقس ضد النجم. هو عنده معنويا لا الاهلي راكبني على طول، الاهلي نتائجه معايا هو الافضل. فعشان كده لما بنلعب الفرق دي بتلاقي النادي الاهلي هو اللي مسيطر، هو اللي بيحقق نتيجه ايجابيه. فده طبعا بيدي تقل للنادي الاهلي صحيح. واسم النادي الاهلي الكبير اكيد. ودايما بيقولوا لما يعني مش عارف انت مع الفكره دي ولا لا، يعني برضه هيهمني اسمع رايك فيها. لما الاهلي بيبقى في قمه عنفوانه، لما فرقه الاهلي بتبقى بخير بيبقى دايما منتخب مصر بخير. لما الاهلي يعني يمكن كنت بتكلم على الفتره الذهبيه العشر سنين الاولى دي حققنا فيها بطولات كثيره جدا على المستوى القاري كمان طبعا. كان منتخب مصر في يعني في قمه مجده، يعني خدنا ثلاث بطولات افريقيا متتاليه. ما كانش عندنا محترفين زي دلوقتي، ما كانش عندنا صلاح في ليفربول ولا تريزيجيه في استون فيلا ولا النني في ارسنال ولا يعني ولا 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 مش عايز انسى حد يعني. بس كان الاهلي فايق جدا فكان المنتخب برده فايق. مع فكره الربط دي ولا شايف ان مالهاش علاقه؟ لا اكيد ده كان لا دي اكيد دي أكيد كان واضح جدا لان انا كنت موجود في الفتره دي. انا بتكلم في 2006 على مستوى المنتخب 6 8 10 ان انت بتحقق دوري ابطال افريقيا مع المنتخب. الاهلي كان بياخد دوري ابطال افريقيا، الاهلي كان بيبقى فيه حوالي 12 او 13 لعيب من قوام المنتخب هو من النادي الاهلي. النادي الاهلي لما بياخد بطوله افريقيا 2006 على مستوى البطولات وانجازاته، لما بتشوف مجموعه اللعيبه اللي كانت داخل النادي الاهلي بتتكلم في مع حفظ الالقاب بركات ابو تريكه وائل جمعه شادي محمد عصام الحضري عماد متعب مجموعه كبيره مش عايز انسى حد محمد أيه. شوقي حسن مصطفى مجموعه كبيره جدا. فده مدي تقل للمنتخب المصري مع كابتن حسن شحاته. عشان كده كان في نتائج، كان في لعيبه عندها مسؤوليه زي ما بقول لحضرتك تجاه ناديها وتجاه المنتخب. فاكيد كنت لازم تشوف الشكل ده وكنت لازم تشوف الانجازات والبطولات مع النادي الاهلي لما كان تقيل، لما كان عنده لعيبه كبيره عندها مسؤوليه بتحقق بطولات وانجازات. فده كان بيدي انطباع بشكل كبير جدا للمنتخب انه منتخب تقيل، منتخب عنده عناصر قويه بتقدر تحقق اهداف، عندها دوافع البطوله. طب تسمح لي كابتن احمد اقف مع نفس الجزئيه دي بس النهارده. يعني النهارده كتير من الناس بتشوف انه قماشه المنتخب النهارده قماشه محترمه جدا، عندنا لعيبه زي ما ذكرت من شويه محترفه في انديه كبيره جدا مستواها يقال عليها عالمي بدون مبالغه. عندنا لعيبه محليه سواء اهلي او زمالك او بيراميدز او غيرهم عاملين نجاحات على مستوى البطولات القاريه، يعني اهلي وزمالك واصلين نهائي دوري ابطال، بيراميدز كان واصل نهائي كونفدراليه، ده منتخب اولمبي بطل القاره، واولاد ما شاء الله مبشرين جدا جدا جدا.
ورغم كده الاداء مش على نفس مستوى الامكانيات ولا الاسماء، من وجهه نظرك ده حاصل ليه؟ مش بتكلم بس على ماتش توجو، انا بتكلم على منتخب مصر، خليني اقول في الخمس ست سنين اللي فاتوا. لا ممكن نقول منتخب مصر من 2000 بعد 2011. من بعد 2011 لو حضرتك هتبص على ان انت عندك جيلين ما طلعوش، يعني عندك الجيل اللي هو من بعد محمد شوقي، لو هتبص الاعمار اللي محمد شوقي، ابو تريكه، بركات، وائل جمعه، هتلاقي ان اعمارهم مواليد 79، مواليد 80، مواليد 81. وتبص دلوقتي لاعمار المنتخب، انت كان عندك منتخبين كان لازم يطلعوا، انت كان عندك جيلين في النص يعني اللي هم من يعني من 2011 لحد 2018. ايوه كان عندك لازم في جيلين يطلعوا، لكن انت الظروف اللي مرت عليها البلد، مش عايز اقول يعني مش عايز اترك لحته الفساد في القطاعات اللي كانت موجوده، ان انت ما بتعملش لعيب كويس، ان انت مهم جدا المدير الفني للمنتخب المصري لما بيختار من قاعده لعيبه او من 6-7 انديه. انت لو بتتكلم في الفتره ما قبل 2011 انت كنت من اجمد الدوريات على مستوى افريقيا وفي الوطن العربي، لكن التاثر اللي احنا تاثرناه من 2011 ل 2018 عشان كده ما كناش بنتاهل بنروح كاس الامم، لان انت ما عندكش منتخب قوي ان هو يعوض حتى منتخب 2006 و8 و10. فده دي الحته الجاب الكبير اللي حصل، ان انت ولا كنت بتروح كاس الامم وكنت بتخسر كاس الامم، وكان قعدت دورتين ان انت ما تروحش كاس الامم، فدي ما بتتاهلش اساسا. فده ياثر عليك انت كمنتخب. لكن دلوقتي لما بتلاقي صلاح، ما بتلاقي عدد اكبر من المحترفين، انا بشوف ان محمد صلاح خير سفير للعيبه، حتى الاولياء الامور فكرها اتغير حتى تجاه اولادها، ان الانفتاح اللي حصل في حته الاحتراف اللي انا بتمنى ان اصلا اي حد يخرج ان هو ما يرجعش تاني، يعني ما يرجعش تاني مصر، حتى ما انا حتى ما يرجعش على نادي. لا انت احترفت، خد الخطوه ستيب باي ستيب، خدها للاعلى. عشان كده اتمنى ان قاعده المحترفين تبقى واسعه جدا. عشان كده لما بتشوف منتخب كوتوفوار او منتخب غانا او منتخب الكاميرون، هم عندهم 500-600 محترف. فان انت كمدير فني تختار من القاعده الكبيره دي، خد بالك في حاجات في المعادله بتفرق يا كابتن احمد. يعني برضو خلينا نبقى متفقين انه لما لعيب يطلع من كوت ديفوار او يطلع من السنغال او يطلع من الكاميرون يحترف بره، هو من مصلحته بشكل كبير، حساباته وبثقافته انه يكمل بره. لكن هنا في ممكن تبقى مغريات كتير جدا، في هنا الى حد كبير جدا شهره، وفي نجوميه، وفي فلوس مش وحشه مقارنه بره، في حاجات كتير، في دلع، مفيش شده زي بره، مفيش غربه، واحنا هنا برضو ثقافتنا لسه الى حد كبير ثقافه اللعيب المصري تسمح له انه يرجع، غير ثقافه اللعيب الافريقي اللي بيطلع مش عايز يرجع تاني. ما هي دي بترجع للمنتاليتي، بترجع للعقليه وفكرك انت كلعيب، انت عايز ايه؟ يعني انت طالع عايز ايه من الاحتراف؟ في لعيب بيطلع بره فبياخد كام مليون يورو فبيقول لك انا كده تمام خلاص، كده خلاص. لكن انت حط محمد صلاح كرمز قدامك، طريقه حياته عامله ازاي، اهدافه عامله ازاي، اهدافه المتجدده عامله ازاي. فده انا اللي انا بتمناه، ان يبقى في محمد صلاح واثنين وثلاثه وعشره، ده هيديك تقل في المنتخب. لكن انا بشوف ان محمد صلاح لما نوصل كمنتخب مصر ان يبقى محمد صلاح 50% من قوه المنتخب، فانا بشوف ان دي حاجه سلبيه مش ايجابيه. كابتن حسام البدري يقدر يوصل بالمنتخب للتتويج ببطوله قاره افريقيه من وجهه نظرك، ولا ده شيء صعب نحلم بيه؟ هو مش صعب على قد ما ان احنا باللي انا بتمناه، يعني سواء تتفق مع كابتن حسام بدري او تختلف معاه، فهو في الاول وفي الاخر هو مدير فني منتخب مصر. لان طبيعي ان اي حد في المنصب ده لازم هتدعمه ان هو مدير فني منتخب مصر. ويمكن بعض الناس الفتره الاخيره كانت بتاخد رياكشنات كابتن حسام ان هو لا، هو طبيعته كده، يعني هو طبيعته كده. بس اللي انا بتمناه ان احنا نوصل، انا ماليش دعوه برياكشناته، انا عايز اعرف منك، هل شايف انه كابتن حسام البدري بالتشكيله الحاليه بالاوراق اللي معاه قادر على التتويج ببطوله الامم الافريقيه في الكاميرون حال وصولنا اليها ولا لا؟ في ظل وجود المنتخبات هي هتبقى صعبه، هتبقى صعبه شويه، وخصوصا انت لما بتفرج على منتخب الجزائر ومنتخب قوي جدا ومحقق دوري ابطال افريقيا عندك في بلدك، فانا بشوف ان هي هتبقى صعبه. بس اللي انا بتمناه طبعا كمصري ان احنا نحقق البطوله، حتى نلغي حتى المنظر او الشكل اللي احنا ظهرنا بيه للدوره الاخيره، البطوله الاخيره. كلامنا متواصل معاك عن منتخب مصر، بس خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع مره ثانيه. منتخب الوطن يستعيد هيبته،
الحقيقة يمكن عرض محترم، نتيجة غير متوقعة، أداء غير متوقع. المنتخب متقدم بثلاث أهداف، الهدف الثالث يمكن أحرزه تريزيجيه يمكن من ثواني بسيطة جدا. وإحنا معانا كابتن أحمد عادل على الهواء، مبروك 3-0. بتهالي وجه تاني، أنا كنت بسألك كابتن أحمد أنت شايف الفرق ده يعني ما بين مباراة لعبها المنتخب بالقوام الأساسي أو بالتشكيلة الأساسية اللي بيعتمد عليها كابتن حسام من ساعة ما تولى المسؤولية، بتلعب على أرضك، قدمت أداء باهت جدا، كسبت 1-0 بالعافية، تروح بعدها بثلاث أيام تغير من 70% من قوام المنتخب وتلعب بتلعب توجو على أرضها، وتوجو ما عندهاش أمل في المجموعة عشان تتأهل غير أنها تكسبك النهاردة، عندها حافز قوي جدا، فتكسبها 3-0 على أرضها إزاي؟ يعني إزاي أنت شايف إيه السبب من وجهة نظرك؟ لا هو موضوع محير شوي، يمكن كنا متخوفين بعد المباراة، ولا هو الهجوم الشديد اللي حصل على المنتخب بعد الماتش الأولاني يعني خلى اللعيبة يعني تتحمس شوية، تطلع شوية من اللي عندها؟ لا هو ده بيديك ممكن عند كابتن حسام بدري لأن هو المسؤول عن المنتخب، بيديك شوية تعديل في بعض الأفكار، يعني تعديل في بعض الأفكار، بيديك تقل شوية لما بتعتمد على لعيب زي طارق حامد في نص الملعب، لما بتعتمد على قفشة من بداية المباراة، فاللعيبة دي بتديك ثقة إن هي عندي المسؤولية، إن ده أحسن تشكيل إن أنا هوصل له. زي ما بقول لحضرتك من المباراة الأولانية كانت مصر كلها متخوفة إن إحنا هنروح بالشكل دوت أو المنظر ده، لكن النتيجة طبعا في صالح المنتخب وفي صالح حتى إن كابتن حسام يستقر على تشكيل، لأن أنت مهم جدا إن أنت كمنتخب مصر لازم عندك تشكيل ثابت، لازم عندك قوام أساسي ثابت، فده بيديك تقل وبيديك أفضلية إن أنت حتى تتأهل للدور اللي بعد كده. طبعا لا وهيريحه كمان، يعني أنا بيتهيألي إنه جزء كبير من حالة الضغط أو يعني حالة التوتر اللي كانت عند كابتن حسام البدري الفترة الأخيرة، أكيد أنا متخيل إن في لود، في حمل على كتافه، هو حالة الضغط الإعلامي والهجوم الإعلامي المستمر عليه، يعني ناس كتير جدا بتحمله وهو يتحمل طبعا جزء كبير من المسؤولية في العروض اللي بيقدمها المنتخب في تصفيات التأهل لأمم أفريقيا. أنا هنا فبيتهيألي الفوز ده هيريحه شوية من الضغوط دي، هيخفف شوية من حدة الضغوط، هو هيخفف من الضغوط وهيديك ثقة المكسب. ثقة المكسب تعرف إن ده أول ماتش نكسبه بنتيجة غير 1-0 مع كابتن حسام؟ فعلا بنتيجه بسكور، فمهم ان انت تحافظ، يعني كان الواضح هنا ان كابتن حسام النهارده يمكن اتفرجت اول ربع ساعه وثلث ساعه ان انت احنا من المنتخبات اللي لما بندافع بشكل جيد وبنقفل مساحات بتقدر انت تعمل المكسب. يمكن كنا بنشوف ده مع كوبر، مع مستر كوبر، انا مش مع الكره الجماليه بس، انا مع النتيجه، النتيجه انت هتحققها لي. ومصر يا كابتن احمد ما ينفعش تجمع بين الاثنين، يعني المنتخب المصري بولاده بامكانياته بتاريخه واسمه في القاره الافريقيه ما ينفعش يجمع بين جمال، ما احنا كنا بنشوف ده بيحصل، ما انساش زيدان وتريكا ومتعب وعمرو زكي واحمد حسن وشوقي والحضري، ما كانوا بيلعبوا كوره، احنا لعبنا ماتشات كبيره قوي يا كابتن. بص انا مع احترامي لكل اللعيبه الموجوده دلوقتي، بس انت ما عندكش كواليتي اللعيبه او خامه اللعيبه اللي كانت موجوده معاك، كانت في 2006 و8 و10، ما عندكش الكم الكبير ده من اللعيبه الكبيره، اللعيبه اللي عندها تقدر تعمل بالانس بين الاثنين، ان انا اعمل نتيجه ايجابيه وبشكل كويس. يمكن ده بيرجع برضه لثقافه كابتن حسن شحاته في كيفيه التعامل مع اللعيبه، مديهم اريحيه بشكل كبير جدا. بيقول ان اللعيبه المصري بتفرق معاه جدا فكره ال ال ازاي المدير الفني يعني بيشتغل معاه، يعني وفيك برضه مدرسه تقول لك ايه، ومش عارف انت مع المدرسه دي ولا ليك وجهه نظر مختلفه، يقول لك انه المنتخب مدرب وطني، النادي مدرب اجنبي، تركيبتنا في مصر كده، هي المعادله ماشيه كده؟ لا ولا مش لا لا, لا مش مش مع مش ده خالص، لان انا كنت مبسوط وسعيد جدا بفتره مستر كوبر، برغم ان هو اتعرض لانتقادات كبيره جدا. كوبر وصلنا كاس عالم، وصلنا كاس عالم، ووصلنا بعد 28 سنه انت توصل كاس عالم، والناس بتطلع بتنتقد اسلوب لعبه او طريقه لعبه اللي هو يلعب على صلاح او ده بيدافع بس، انا مع انت هتحقق ايه، لان انت سواء كابتن حسام او اي مدير فني المنتخب انت اهدافك ايه، هتوصل ولا مش هتوصل، هتوصل كاس عالم ولا مش هتوصل كاس عالم، هتاخد دوري ابطال افريقيا ولا هتاخد دوري امم افريقيا ولا مش هتاخد بطوله امم افريقيا، فهنا المدير الفني بيتقاس بالنتيجه، بنتيجتك انت حققت. طب ما هو وصلني كاس عالم بس انا رحت عملت ايه هناك يا كابتن احمد، يعني ولا هو النتيجه بالنسبه لك وصول لكاس العالم فقط؟ يعني ما احنا لما نبقى محرومين 28 سنه، دي مش يعني دي مش غلطه الجمهور ومش غلطه الكره في مصر، دي غلطه حاجات كثيره جدا، يعني مش مفترض انه دوله زي مصر تفضل 28 سنه، مش 28، احنا بنتكلم على
28 سنة. سنة 2018. مش مفترض ان دولة زي مصر 28 سنة ما توصلش كاس عالم، يعني ده شيء مش طبيعي على فكرة. هنا بترجع لمسؤولية الاتحاد المصري. يقول لك فعلا ان انا وصلت، يعني برضو يعني ما كامل احترامه والتقدير. لا، هو الطموح والهدف ما كانش كده، ان انت برضو عايز تقدم عرض كويس في كاس العالم، عايز تتأهل للدور اللي بعد كده في كاس العالم. لكن انا بكلم حضرتك على الانجاز اللي احنا وصلنا له، واللي انا بتمنى ان هو يتكرر. واحنا هنستنى 28 سنه ثانيه يا كابتن احمد ولا ايه؟ انا بتمنى ان احنا ما نقعدش اكتر من، يعني ما نقعدش. لا ده انا جاي لك في كاس العالم، ده انت هتروح مني فين؟ ده انا لسه بقول لك تتويج بافريقيا. طب والاهم من ده، انت عندك كاس عالم 2022. بص انا مطمن لمجموعه اللعيبه الموجوده. يعني كابتن احمد عادل بيقول منتخب مصر بتشكيلته الحاليه بالاسماء الموجوده فيه تحت قياده كابتن حسام بدري قادر على التأهل لكأس العالم. قادر بإذن الله، لأن أنت عندك مجموعة اللعيبة جربت ده، جربت التأهل بيبقى عامل إزاي، جربت إن أنا لما المعسكر بتاعي بيبقى فاكك بيبقى عامل إزاي. المعسكر بتاعي إحنا من نوعية اللعيبة المصرية هي دماغها كده، إن أنت لازم تقفل عليه في معسكر، لازم محدش وإلا تشوف نتائج سلبية. النتائج سلبية وجربنا، جربنا سواء في كأس الأمم أو في كأس العالم. إن المعسكرات لما اتفتحت والناس كلها بقت موجوده، الاوض كانت يعني بشكل غير جيد، مفيش سيطره. لكن لما بتسيطر على اوض المنتخب، بتسيطر على اوضه اللبس، بتسيطر على مجموعه اللعيبه الموجوده، هتشوف نتائج ايجابيه. لان احنا نوعيه لعيب المصري كده، لازم، مش بقول لك تحبسه، بس لازم تسيطر عليه. نوعيه اللعيب المصري لا يتحمل مسؤوليه بمفرده، لابد انك تجبره على تحمل المسؤوليه. اكيد اكيد. وده اللعيبه اللي بتتكلم في القوام كله اللي موجود، هو جرب. واحنا لما خرجنا من دور 16 في كاس الامم، وجرب لما وصلنا كاس عالم كانت الدنيا عامله ازاي. حاليا في لعيبه بتلعب في المنتخب باسمها فقط؟ لا، انا شايف كل اللعيبه من افضل النماذج في على مستوى الاحتراف او على مستوى الدوري المصري، هم دول من افضل. ويمكن زي ما كنت بكلم حضرتك في الفاصل، ان كابتن حسام بدري هو كل تركيزه على الفرق اللي هي في المقدمة. في المقدمه. افضل تشكيل لمنتخب مصر من وجهه نظرك هو التشكيل بتاع النهارده؟ مع شايف ان ال11 بتوع النهارده هم الاقدر بان هم يكونوا التشكيل او القوام الاساسي لمنتخب مصر. ما انا ببص برضو على قائمه البدلاء. يعني ببص على قائمه البدلاء، وخصوصا عندنا النهارده شناوي ومعاه احمد توفيق، احمد حجازي، الونش، وايمن اشرف ورا في النص، طارق حامد مع حمدي فتحي، ومعاه قفشه محمد شريف يمين، ومحمود حسن تريزيجي شمال، ومهاجم صريح احمد حسن كوكا. انا بس بتحفظ شويه على اداء كوكا مع المنتخب. يعني اداء كوكا مع المنتخب غير ان انت لو انت مدير فني بتتفرج على كوكا وهو راجل مكسر الدنيا في مكسر الدنيا بره، فطبيعي ان انت تجيبه، طبيعي ان هو يلعب اساسي. طب ما النني مكسر الدنيا في انجلترا. جه ولعب، بس الظروف. شايف ان النني بتاع انجلترا اللي بيلعب مع الارسنال هو نفسه النني اللي بيلعب مع منتخب مصر؟ مش هتقدر تحكم عليه ان هو يديك نفس لان ممكن طريقه اللعب هنا غير طريقه اللعب هنا. الدوري الانجليزي غير المنتخب. اللي انا بتمنى ان اخد فرصه مع المنتخب مصطفى محمد، لان تالقه مع نادي الزمالك اتمنى ان هو يبقى ليه دور، وخصوصا في ظل غياب التوفيق مع اوكا مع كوكا مع المنتخب. اتمنى ان هو يبقى ليه دور، فده التشكيل الامثل. لكن مع دخول مصطفى ما كانت في اسماء كنت شايف انها جديره بالانضمام للمنتخب ولم تقع او لم يقع عليها اختيار كابتن حسام بدري؟ اكيد احمد فتحي طبعا. احمد فتحي طبعا. كهربا؟ لا كهربا كمان. يعني كهربا كنت اتمنى ان هو يبقى موجود، وخصوصا زي ما بقول لحضرتك اللعيبه دي جربت الوصول لكاس العالم. اللعيبه دي عندها مسؤوليه كبيره جدا. مهم جدا ان انت كمنتخب مصري ان انت ما تفكرش في 14، عندهم الملكه ان هو يوصلك لبطوله. لكن لما بيكون عندك القاعده كبيره 20 لعيب او 25 لعيب عندهم الملكه وعندهم حس البطوله او حس البطوله زي احمد فتحي زي كهربا، اكيد هيبقوا اضافه للمنتخب اللي انا كنت اتمنى ان هم يبقوا موجودين في القائمه. انت كام سنه كوره يا كابتن احمد؟ من وانا صغير؟ يعني مشوارك مع يعني من عموما. من 8 سنين لحد 33، يعني حوالي 25 سنه. مشوار طويل يعني. الحمد لله. شايف الكوره في مصر ايه اللي محتاج يتغير فيها عشان نوصل ان احنا نبقى دوله متقدمه كرويا؟ يعني كل الانجازات اللي بتحققها الرياضه المصريه او الكره المصريه بتبقى مش عايز اقول بالصدفه، ولكن مره يبقى عندك جيل كويس، مره يبقى مشوارك سهل في تصفيات مثلا كاس عالم، مره تانية تلاقي مدرب كويس يقدر يوصلك كاس عالم او يقدر يجيب لك بطوله افريقيا زي كابتن جوهري الله يرحمه.
او جيل زي ما قلت مثلا زي جيل متعب وميدو وعمرو زكي وتريكا وكده، ثلاث بطولات افريقيا ورا بعض. لكن عشان يكون في سيستم، عشان تبقى دوله من الكبار باستمرار، يعني انت دايما تقول على المانيا مثلا او على البرازيل او على اسبانيا او على فرنسا او ايطاليا دوله من الكبار كرويا، تغيب شويه لكن لازم تبقى مرشحه في كل بطوله بتشاركها. عشان ده يبقى يحصل في مصر احنا محتاجين ايه من وجهه نظرك؟ محتاج ان الفساد يقل، محتاج يقل بشكل كبير. يعني في فساد او في كل الدول فيه، بس اقل دوله فيها فساد هي اللي بتقدم نجاحات. لكن لو هتبص، لان انا اشتغلت شويه كمدير كوره واشتغلت شويه ان انا عندي اكاديميات وبشوف القطاعات الناشئين بتتعامل ازاي، لكن الفساد في قطاعات الناشئين على مستوى مصر انت عمرك ما هيبقى عندك لعيب كويس. لازم نظره للمسؤولين. يعني فساد في قطاع، تديني مثال كده بس عشان الناس تبقى فاهمه. فساد في قطاعات الناشئين ان في بعض الانديه مصالح بزنس، مصالح شخصيه، واسطه، مجاملات. لو عمولات هيبقى في لعيب كويس، لعيب ما فيش مشكله يبقى فيها عمولات. لكن ان انت على مستوى قطاعات الناشئين، على مستوى لما انا كنت موجود في منتخب كابتن حسن شحاته سنه 2002 لما حققنا كاس الامم في منتخب الشباب، وبعد كده رحنا كاس عالم، انت كان عندك جيل، احنا كنت عاوز اقول كلمه، انا وحسني عبد الرب وعمرو زكي وعماد متعب. هتشوف الجيل ده هو اللي كمل مع كابتن حسن وخد كاس الامم 2006 و8 و10. جيل الكابتن شوقي غريب المنتخب الاولمبي هو ده اللي المفروض بيحصل دلوقتي، ان انت بتعتمد على منتخب الشباب وبتعتمد على المنتخب الاولمبي اللي هو اللي انا بشوف ان هو نواه جيده للمنتخب الاول. ايوه. طب ما انا عندي منتخب شباب محترم جدا، دول ابطال افريقيا. لكن لو هتسال المدير الفني كان الكابتن ربيع ياسين، هتساله هتلاقي ان القاعده اللي بيختار منها هي ضعيفه. لان انت على مستوى قطاعات الناشئين انا شفت وعشت ده، في فساد بشكل كبير جدا. ان انت تلاقي مسؤوليه مين مواجهه الفساد ده؟ انديه ولا مسؤوليه اتحاد ولا مسؤوليه الوزير دكتور اشرف صبحي؟ طبعا صبح. نظره لقطاعات الناشئين على مستوى مصر، نظره للانديه اللي هي انا بشوف ان هي يعني انديه الدرجه الثانيه والثالثه، هم عندهم قاعده ناشئين كويسه جدا بس مش مستغله. فده اللي انا بتمناه، لان انت في الاول وفي الاخر هو هيصب في مصلحه المنتخب المصري. أيوه. وكل زي ما بقول لحضرتك، البرازيل ليه دلوقتي يعني بيبقى عندها 1000 محترف او ان هي اقتصادها دلوقتي بقى قايم على الكوره، مع انهم من افقر دول العالم، هي لانها بقت صناعه. انت عارف انه في توجه دلوقتي في الدوله لتوسعه قاعده المشاركه؟ يعني النهارده في مصر احنا لو اتكلمنا على حجم الملاعب اللي بتتعمل في كل مكان، في الكفور والنجوع قبل ما اتكلم في المدن، في اهتمام كبير جدا من وزاره الشباب والرياضه بالمواهب. انا مش بتكلم بس كوره، انا بتكلم في كل الرياضات. يعني في رغبه في صناعه جيل جديد من الابطال، والكلام اللي انت بتقوله ده ممكن يكون مفيد لانه بيصب في نفس في الاتجاه. وانا بتمنى، لان الدكتور اشرف صبحي السنه اللي فاتت كان مفعل حته ال 100 محترف على مستوى مصر، فده اللي انا كنت بتمناه ان احنا نشوفه وده يطلع للناس، يطلع للناس على مستوى مصر، على مستوى الكره، على مستوى المحافظات. لان على مستوى الكره وعلى مستوى المحافظات انت عندك مجموعه لعيبه كويسه جدا بس محتاجه اهتمام، محتاجه نظره، بعيدا عن السبوبه، بعيدا عن المصالح الشخصيه، بعيدا عن ده ابن فلان، بعيدا عن الواسطه. لكن ده اللي انا بتمناه، ويمكن الحمد لله على مستوى الشغل الخاص بتاعي انا مركز في كده. بالتوفيق طبعا والنجاح. خليني اخدك لماتش الاهلي والزمالك في نهائي افريقيا، وبالتاكيد طبعا انت يعني ماتش بالنسبه لكل اهلاويه يعني طبعاً. اكيد طبعا ماتش مهم جدا، ويمكن يكون الماتش الاهم في العشر سنين الاخيره. هتتكلم على بطوله غايبه بقى لها 7 سنين على النادي الاهلي، حلم تحقيق النجمه التاسعه، حلم التتويج بدوري الابطال. شايف المباراه دي ازاي؟ وشايف ايه فرص النادي الاهلي فيها؟ وايه اللي تحب تقوله؟ وانت لعبت دوري ابطال افريقيا قبل كده، فبالتاكيد في عندك خبره او خبرات معينه تحب تنقلها لنجوم النادي الاهلي. اكيد يمكن الحمد لله الفتره الاخيره ده اللي مريحني حتى كمحب النادي الاهلي، ويمكن عشت من احلى فترات داخل النادي الاهلي، بطولات وانجازات اللي مريحني بشكل كبير جدا، شكل اللعيبه وطريقه لعب اللعيبه، مستر موسيماني دخوله حتى داخل اللعيبه، يمكن مش هتقدر تقول ان هو حط البصمات الفنيه 100%، لكن هو اشتغل على العمل النفسي بشكل جيد. المسؤوليه اللي عند اللعيبه دي مريحه الجماهير، اللي انا بتمنى ان المسؤوليه دي توصل للجماهير، وخصوصا انت لما
بتبقى خلاص انت وصلت للفاينل اكيد مع نادي الزمالك. لكن انا بشوف ان كان ممكن انا ابقى متخوف شويه على الفتره كان موجود فيها مستر فايلر مع الاهلي بعد الكورونا. بعد لا في الـ في الـ في المباريات الكبيره في المباريات الكبيره آه. ممكن اختلف مع بعض الناس ان كان يعني ما بشوفش ان كان مستر فايلر مدرب بس ده عمل ماتش يعني مثلا يعني في ماتشات بره يعني النجم الساحلي في تونس في 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 بدايه دوري المجموعات لعبنا جيم على اعلى مستوى رغم ان كان مطلوب مننا ايمن اشرف الهلال في السودان سان داونز في جنوب افريقيا كل دي كانت ماتشات صعبه برضو تقيسه بالبطوله يعني بتقيسه بالمباريات اللي فيها بطوله انت برضو نادي الزمالك بياخد منك الـ 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 البطوله في السوبر دي برضو مشكله لكن انا بشوف ان مستر موسيماني بطوله المباراه الواحده دي دايما بتبقى يعني 50-50 مهما كانت حالتك ومهما كان المدير الفني ومهما كان اسماء اللعيبه وغالبا يعني بتبقى انت ممكن في اوقات كتير جدا وده اللي كان حاصل معانا كنت انت الافضل وكنت انت اللي مسيطر وكنت انت اللي يعني مهيمن على المباراه لكن ما كانش يوم لا كان انا كان بالنسبه لي في علامات استفهام على التشكيل لان انا زي ما بقول لحضرتك انت المباريات الكبيره لازم ترمي اللعيبه الكبيره ترمي اللعيبه الكبيره اللعيبه اللي جربت الوضع ده اللي جربت خدت الاحساس بتاع الماتش الفاينل او بماتش البطوله وده اللي شغال عليه مستر موسيماني هو بيحط احسن تشكيل موجود فده بيطمنك واللي انا بتمناه ان احنا فعلا نحقق البطوله احسن التاسع. تشكيل من وجهه نظرك للاهلي في فاينل افريقيا هو اكيد هيلعب الشناوي هيلعب ايمن اشرف هيلعب علي معلول هيلعب ايمن اشرف مساك يلعب علي معلول هيلعب محمد هاني ان شاء الله ان شاء الله يلعب ياسر ابراهيم خصوصا ان هو مستواه ما شاء الله ياسر مستواه ثابت على مدار السيزون كله تمام يلعب حمدي فتحي يلعب حمدي فتحي والسوليه واليو ديانج يلعب بالثلاثه في نص الملعب ولا يبتدي باثنين هو ممكن يبدا كده يبدا يعني بالتلاتة. ممكن يبدا كده هو ممكن يبدا 4-3-3 4-3-3 وخصوصا ان انت او ممكن يقعد اليو ديانج يعني يقعد اليو ديانج وخصوصا ان السوليه بيشتغل رقم 8 كويس انا ما قعدتش ديانج بصراحه يا كابتن ما هو انت برضو انت في حيره يعني انت لو مدير فني انت هتقعد مين يا اما هتغير في طريقه اللعب هتلعب 4-3-3 لكن انا بتمنى انه يلعب 4-2-3-1 4-2-3-1 اللي هي طيب عايز حمدي فتحي والسوليه في نص الملعب حمدي فتحي والسوليه ويلعب قفشه ويلعب كهربا حسين الشحات مروان لا بس مروان راجع استعاد جزء كبير جدا مستوى الفتره الاخيره مروان قدم نفسه مره مروان تانية. لعيب كبير جدا طبعا مروان لعيب كبير جدا ومن احسن الفراوده في مصر مفيش شك ومفيش مدرب عايز يخسر لان انت لما بيجي اكتر من مدرب بيلعب مروان لما بيجي اكتر من مدرب يمسك المنتخب بياخد مروان فده مفروض ده بيديله مسؤوليه بشكل كبير وعنده من الخبرات ومن قدرات مروان اللي انا بتمنى له صديق شخصي ليا ان هو يستعيد مستواه وما يديش ودنه لاي حد بيشكك فيه او في قدراته لان هو لعيب كبير جدا وهو يعني زي ما اقول لك الفرود المناسب في مكان مناسب وانت من احسن الفراوده اللي في مصر وكلام المروان وموفق دايما وده مش جديد عليك ان انت تكسب النادي الاهلي وان انت ان شاء الله ترجع لمنتخب مصر تاني ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يكسب البطوله وبالتالي انه انجاز مهم جدا هيضاف لرصيد كل الجيل الحالي في حال تحقيقهم النجمه التاسعه وذكرى مش ممكن ابدا ينساها كل الجماهير الاهلاويه شرفتنا ونورتنا كابتن احمد سعداء بوجودك معانا في السادسه ونتمنى ان شاء الله يكون ليها لقاءات تاني ان شاء الله وانا اللي بتمنى لحضرتك التوفيق وبارك لك تاني والاداره القناه على الجائزه الجميله دي ودايما كده موفقين وفي احسن حال حاجة تليق باسم النادي الأهلي وبكيان النادي الأهلي شكرا ليك كابتن أحمد شكرا لحضراتكم على المتابعة نقابل حضراتكم بقى مع بداية أسبوع جاي إن شاء الله يكون لي لقاء تاني مع السادسة تحياتي لحضراتكم